أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. ما تزال العديد من المناصب والمواقع الحكومية تشهد إقالة السودان لمسؤوليها واستبدالهم بوجوه جديدة أو بقائها خالية لحين تحديد الشخص المناسب لها، والسبب عدم الكفاءة أو لأن تعييناتهم تمت في زمن حكومة ناقصة الصلاحيات للكاظمي. هذه الإقالات فتحت باب التنافس بين القوى السياسية على مقاعدها، لكن السوداني قد يفضل وجوه جديدة تحقق أهداف حكومته التي وضعها الجميع تحت عين المتابعة منذ اليوم الأول. لذا لا تتوقف هذه الأيام جولاته ولا انتقاده لسوء الخدمات وضياع الأموال، لأن المهام عديدة ووقت الامتحان قليل. فهل بدأ السوداني فعلاً حربه على الفساد؟ وهذه الإقالات هي الخطوة الأولى؟ لمن سيمنح السوداني هذه المناصب لكي يحمي الأموال ويقدم الخدمات ويتجنب الوقوع في أخطاء السابقين؟ كيف لم ينتبه كل القانونيين في حكومة الكاظمي إلى عدم جواز هذه التعيينات؟ أم أن الإقالة استهداف سياسي من قبل أحزاب الحكومة الجديدة؟ مواصلة الأحداث الأمنية واغتيال بعض الأجانب بمساعي الحكومة في أيامها الأولى. موضوعنا اليوم: السوداني يدخل امتحان الحرب على الفساد وإقالات المسؤولين خطوته الأولى، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. السوداني يبدأ حكومته بخطوات عدة، أولها هي الإقالات، حيث أصدر أوامر بإلغاء مناصب أمنية ومدنية في حكومة الكاظمي. فهل هذه الخطوات للتصحيح أو للإقصاء السياسي؟ لكن الرجل على ما يبدو يريد أن يؤسس إدارة صحيحة لحكومته قبل أن يبدأ ببرنامجه الحكومي، وبالوقت نفسه فهو يقود حراكا مكوكيا لزيارة المؤسسات الخدمية والصحية ويحثها على تقديم الخدمات إلى الناس. في ظل هذه الخطوات يصارح السوداني المسؤولين بواقع الخدمات المتردي الذي لا يتناسب مع حجم الأموال التي أنفقت على المشاريع. وفي أثناء هذه الخطوات هنالك تحديات جسامة تظهر أمام السوداني، أهمها هي وصول أمر من البنك الفيدرالي الأمريكي إلى البنك المركزي العراقي بعدم التعامل مع مصارف الشرق الأوسط والقابض والأنصار وآسيا. وهذه الأوامر جاءت بعد أن تحولت أموال كبيرة لهذه المصارف، وشك الفيدرالي بأنها قد تكون غسيل أموال. وبعد هذا يأتي مقتل مواطن أمريكي في بغداد بجريمة منظمة، وهو ما جعل السفارة الأمريكية تطالب بتحقيقات في الحادث. بالتالي أحرج السوداني مع الجانب الأمريكي الذي هو داعم له من خلال الزيارات المتكررة للسفيرة الأمريكية لدى بغداد. ووسط هذه التحديات يستمر السوداني بعمل دؤوب لتنفيذ برنامجه الذي بدأ أولى خطواته الخدمية من خلال تخصيص جهد هندسي لإعمار المناطق، حيث بدأ في مدينة الحرية. لكن السؤال الأهم: هل يستطيع السوداني تنفيذ برنامجه وسيبقى على الرتم نفسه في اتخاذ القرارات، أو أن الأمر سيكون مرهونا للضغوطات وقد يوقف كل شيء حتى لا يقع في حرج يكلفه خسارة المنصب؟ رحبوا معي بضيوفي، كل من السيد علي نعمة نائب عن تيار الحكمة، وأيضا الدكتور محمد عنوز رئيس اللجنة القانونية النيابية، وأيضا الدكتور رافد العطواني باحث في الشأن السياسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي. لكن أبدأ سؤالي معك أستاذ محمد: عشرات أو مئات التعيينات في زمن حكومة السيد الكاظمي، أريد نعرف يعني هل اليوم القرارات اللي جت من حكومة محمد الشياع السوداني بإلغاء هذه الأوامر لحكومة تصريف الأعمال للسيد الكاظمي، أريد نعرف هل تجاهلوا القانونيين في حكومة السيد الكاظمي أنه هي حكومة تصريف أعمال، وما يعني وهذه الحكومة ما يجوز لها أنه تعين هذا الكم الهائل من التعيينات؟ بتقديري أنه الأمر لا يتعلق فقط بتجاهل الجنب القانونية أو التعليمات اللي لها علاقة
النظام الداخلي لمجلس الوزراء بقدر ما أكون هناك حالات اضطرارية. على سبيل المثال عندنا حالة حصلت في النجف وهي استقالة محافظ النجف، وكان هناك جواب من مجلس الدولة أنه في حالة استقالة المحافظ ومن يكون البديل في حالة غياب مجلس المحافظة، فكان جواب مجلس الدولة أنه مجلس الوزراء هو بإمكانه أن يكلف محافظا يقوم بإدارة شؤون المحافظة إداريا وماليا، حتى لو كان مجلس الوزراء ناقص الصلاحية. اي مو قلت لك اكو اضطرار، اكو اضطرار حاله اضطرار وجواب. لكن بعيدا عن محافظه النجف، يعني اذا نتحدث، لان انت من مدينه النجف، نتحدث عن باقي الاوامر الاداريه اللي اصدرها السيد الكاظمي. هو انا راح اكمل لك، قلت لك اكو حاله بها تجاهل وتجاوز وتجنب عمليه الالتزام بالنظام الداخلي، ولكن اكو حالات تحصل فيها اضطرار. هو لا يحق له التعيين ولا يحق له الاقاله ولا الاعفاء ولا كذا. الان هاي الحاله ذكرت لك اياها، لا هي تعيين ولا هي اعفاء ولا هي حاله استقاله. فصار فراغ. عولج من قرار مجلس الدوله بانه بامكان مجلس الوزراء يعالج هذه القضيه، يقوم بمهمه تكليف ولذلك من تم الغاءه في ضوء هذه الحاله. فاذا قانوني طبعا جت حكومه عندها صلاحيات أعاد التكليف مرة أخرى. نعم، لكن نقطة مهمة جدا، يعني في ظل تحركات السيد محمد الشياع السوداني وفي ظل وعود المواطن البسيط أنه هذه الحكومة راح تكون حكومة إنجاز وخدمات، هل تتوقع أنه راح يقدر السيد محمد الشياع السوداني ينفذ برنامج الحكومة اللي وعد به المواطن من خلال قوانين، ربما هذه القوانين تخدم السيد محمد الشياع السوداني، ومن خلال قوة السلطة بسبب دعم الكبير له من الأحزاب اللي موجودة في الإطار التنسيقي؟ عموما هو وجود الأخ السوداني على رأس مجلس الوزراء اللي هو عنده خبرة سابقة في الجانب التنفيذي وأيضا نائب، فبالتالي يدرك كثير من الصعوبات والمفاصل الموجودة في الدولة، وهو حصل على أغلبية في مجلس النواب وأغلبية مريحة جدا، وأيضا حلفاء إدارة الدولة داعمين، فبالتالي يحتاج فقط قضية خلق بيئة تشريعية من جانب، وأيضا مساندة سياسية، لأن بعض الإجراءات بها أبعاد سياسية، مثل ما حصل الآن في إقالات عديدة وتغييرات عديدة في مفاصل الدولة، الأمر اللي لا نحتاج إلى زراعة قلق في الشارع إضافة للقلق السائد. ليش اعتبرتها أبعاد سياسية؟ هذا تفسيرات الشارع أو تفسيرات بعض القوى. دائما المتضرر يقول أبعاد سياسية وهي كيدية وهي كذا. الآن رجل جاء بإرادة أغلبية. أنت نائب تقيم أداء الحكومة، شلون تعتبرها؟ ونائب مستقل. أنت نائب تقيم أداء الحكومة، شلون تعتبر هذه القرارات مع الإقالة؟ تعتبرها سياسية لو تعتبرها؟ الشارع يعتبر. لا أنا أسألك، أنا ما أعتبرها سياسية. أنت شنو رأيك؟ رأيي أنه رئيس مجلس الوزراء مو صح وخطأ، ماكو بالسياسة صح وخطأ. مفيدة أو غير مفيدة؟ مفيدة. لو هذه قد أنا ما مو بالتنفيذ، أنا أدري من بدل. لا أنا رأيي كنائب. هو ده أنت إيش رأيي؟ رأيي أنه من حقه هو رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي الأول عن رسم السياسة ووضع البرنامج، ويحتاج إلى دعم. من يجي يبدل شخص ويودي شخص هذا مو إعدام ولا إهانة للكرامة، وإنما إجراءات إدارية تخدم مصلحة تنفيذ البرنامج. إن يريد يبدأ إن أخفق فستبين في الأيام القادمة، ليس بالإجراء الأول. لكن هذا تفسيرات تحصل عند الآخرين يعتبروها هكذا. وربما هذه التفسيرات هي يعني بصراحة البعض يعتبرها هي لعرقلة عمل السيد محمد الشياع السوداني. خليني أشوف يعني السيد النائب أيضا عن تيار الحكمة. أستاذ علي، خلي أتحدث نقطة مهمة جدا في ظل هذه التحديات اللي واجهت السيد محمد الشياع السوداني، والفترة قليلة جدا والعمل كلش كبير بسبب الأزمات والخدمات وأشياء كثيرة. راح يقدر السيد محمد الشياع السوداني يفتح ملفات ربما الحكومات السابقة اعتبرتها خطوط حمراء ما تقدر تتجاوزها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللضيفين الكريمين ولجمهوركم الكريم.
حقيقة خطوات سيد محمد الشاه السوداني متسارعة خلال نعم. فترة 14 يوم من عمر تشكيل الحكومة. نعم. شهدنا ولاحظنا العديد من نعم. القرارات الجريئة في مقدمتها وإلغاء الأوامر الديوانية اللي صدرت في زمن حكومة تصريف الأعمال. هاي تعتبرها إيجابية أنت؟ إيجابية على اعتبار نعم. أنها كانت مخالفة للدستور العراقي. نعم. حكومة تصريف الأعمال واضحة من عنوانها نعم. ليس من صلاحيتها نعم. تعيين. تعتبر أن السيد الكاظم يستغل الصلاحية يعني استغل هذه الفترة طبعا حتى إذا تلاحظين الفترة الزمنية هي من 18/2021 نعم. اللي هي وقت يعني الحل مجلس النواب نفسه قبل الانتخابات السابقة بيومين ولغاية يعني 27/10 لذلك هي مو مثل ما تفضلت بتقريركم يعني مو موجهة ضد حزب أو كيان سياسي بل هي شملت الجميع بما فيهم يعني مجموعة كبيرة من الدرجات الوظيفية للإطار التنسيقي لذلك يعني أقول لأن نحن كان تقريرنا يتحدث عن بعض الشخصيات اللي يتحدث أنه ربما تكون قرارات السيد محمد الشاع السوداني متجهة بهذا الاتجاه لا واضح ولكن هي للأمانة يعني ما متجهة بهذا الاتجاه يعني كان اتجاهه هو مهني القصد من عنده هو تصحيح لعملية تكليفهم البعض عادوا تكليفهم البعض الآخر لا يعني يأتون بشخصية أفضل من هذه الشخصيات وأعتقد يعني السيد محمد شاع السوداني بدعم يعني القوى الوطنية الخيرة قادر على إصلاح يعني الفتشي في البلاد إن شاء الله راح ينجح بالامتحان؟ يعني واضح إن شاء الله ينجح امتحان صعب جدا سيد محمد الشاع السوداني نتحدث بكل صراحة امتحان صعب حقيقة ويلاقي صعوبات وقد يكون في يعني في المستقبل ولكن أقول يعني أكو إصرار من القوى السياسية الوطنية الخيرة بدعمه بالاتجاه الصحيح نتمنى أن القوى السياسية بالفعل تكون إيد واحدة حتى يعني نمضي لإنقاذ ما تم إتلافه بالسابق خلينا نشوف سيد رافد يعني هل تعتقد خطوات السيد محمد الشاع السوداني المتسارعة البعض يعتبرها خطوات حامية داخل الرجل حامي ويريد يشتغل ويريد ينجز ويعرف الفترة قليلة ويعرف الملفات كثيرة ويعرف الأزمات كبيرة فتشوف أنه خطوات السيد محمد الشاع السوداني خطوات إيجابية يعني نحو تحقيق الهدف اللي وعد به تحية لجناب الأستاذة هيفاء ولجناب النائبين الكريمين أعتقد أنه السرعة في إصدار أوامر لإعفاء الكثير من الدرجات الخاصة هذا أنا أعتبره إرباك للمنظومة الإدارية للوزارات يقول لك بعد 18 ما له حق صارت حكومة تصريف أعمال هذا ما تحدث للنائب إحنا حتى لو كان السيد مصطفى الكاظمي أخطأ في دستوريا في يعني اتباع تعيينات خارج الصلاحيات الدستورية لكن كان بإمكان السيد محمد الشاع السوداني أن يتلافى هذا الخطأ تدريجي لاعتبار اليوم رأينا تغيير بمدراء عامون في أمانة بغداد وهي يعني تعتبر يسمونها الدوائر الأم لأمانة بغداد يعني هذه الدائرة هي تتبعها أكثر من 8 دوائر فرعية لأمانة بغداد ربما الخلل الموجود يعني في يا سيدة الكريمة لا يمكن أن تعطي يعني إقالات أو استبدال بالجملة يعني الآن لحد هذه اللحظة أكثر من 40 يعني درجة أو أكثر أنت تعتبرها قرارات شجاعة؟ لا لا أنا لا بس حتى أشوف لو تعتبرها أنه هذه متسرعة لا لا هي أنا أعتبرها متسرعة يعني ماذا متسرعة؟ لأن الإدارة يعني أي إدارة تنفيذية لا يمكن أن تعالجها بقرارات يعني لدرجات خاصة بهكذا يعني أعداد هذا خطأ يربك دولتك وأنت تريد أن تبني دولة يمكن أن يصار إلى عملية تدرج في عملية الاستبدال أو الإقالة بس ربما ينطي انطباع للشارع والمواطن أن السيد محمد الشاع السوداني عنده سلطة أكثر من الوزراء السابقين رؤساء الوزراء السابقين ومدعوم من الأحزاب والكتل السياسية وطالقين له الإيد أنه يصرف لا يوجد إطلاق ليد السيد محمد الشاع السوداني لأسباب واضحة أولا لاختيار كابينة الوزارية هناك شخصيات غير مؤهلة لقيادة من هذه الشخصيات؟ يعني أنا لا أريد أن أسمي وأدخل في سجالات يعني هناك الكثير من الوزراء عليها أكثر من علامة استفهام ثم أن القوى الكردية والسنية هي ضغطت على سيد محمد الشاع السوداني وقدمت يعني مرشح واحد لإدارة الوزارة المعينة ولم يستبدلوا وزرائهم هذا واضح
ثم ان يعني موضوع الشجاعه وغير الشجاعه، انا ارى انه السيد محمد الشياع السوداني يقرا لي يعني مدونين تابعين للاطار التنسيقي او مدونين لهم تاثير في الشارع العراقي. انت اذا تريد ان تبني شنو تقصد بها؟ يعني هنالك مدونين انا اقرا تدويناتهم، ثاني يوم يصير اقاله لبعض الشخصيات واغلب الاقالات. لا، تدوينات تختلف عن تعليمات، اكو فرق بين الاثنين. لا لا، هسه اذا يعني اشاره لمؤسسه معينه لشخص معين، بعد يومين ثلاثه اشوف هنالك اقاله لهذا رئيس هذه المؤسسه. نعم. فبالتالي يتعاطى مع مدونين وهذا خطا. نعم. انت رئيس وزراء. نعم. العراق. نعم. رئيس وزراء العراق. نعم. لا تتعامل مع مدون. نعم. نعم، هنالك تاثير واضح للشارع كما تفضل جناب السيد رئيس اللجنه القانونيه، الشارع العراقي هكذا يقرا العمليه السياسيه، ونعم هو فطن الشارع. نعم. العراقي، لكن انت تدير دوله، لا يمكن ارباك دولتك. نعم. بكثره القرارات المتسارعه، انت 18 يوم 14 يوم تغير الكم الهائل من الدرجات الخاصه، يعني على قرارات شجاعه البعض اعتبرها. شوفي الشجاعه، واحنا عندنا مشكله بالمفاهيم. بالسابق ما كانوا يقدرون يسوون هيك، لان يخافون لان لا يطلع هذا المدير من هذا الحزب او من ذاك الحزب. هذه تعتبرها شجاعه لو تعتبرها انه ربما محمد الشياع السوداني فتح النار على حكومته بسبب هذه الاقالات وسرع بهاي القرارات. شوف خليني اقول لك اكو مؤشر جدا واضح، يعني باليومين. نعم. السابقين مقتل السيد هذا الرجل المواطن الامريكي. نعم. وقصف القوات الامريكيه لارتال يعني المنشآت. نعم. السيارات النفطيه الذاهبه الى سوريا، هذا مؤشر يعطينا ان هنالك يد خفيه تحاول. نعم. ان ترسل. نعم. رسائل. نعم. للسيد محمد الشياع السوداني انك ربما ستتجاوز الخطوط الحمراء. الرجل الان يعني حتى القوى اللي هي داخل الاطار التنسيقي. نعم. يعني الان هو واحده من. نعم. يعني المفردات التي سجلها سياده النائب بعد، يعني واحده من المفردات التي تطلقها السيد محمد الشياع السوداني هو موضوعه يعني قبل الانتخابات، طبعا هو موضوعه يعني ارجاع قيمه الدينار العراقي. صحيح. هذا واحد، هذا اول يعني خطا يعني ارتكب السيد محمد الشياع. نعم. السوداني اخلف. نعم. بوعده. ثاني القرار الاخر. نعم. هو زياده الوزارات وهذا عبء على ميزانيه العراق، ثم هذا التصرف في. نعم. موضوعة الوكالة، هو الآن. نعم. وكيل لأكثر من يعني رئيس جهاز المخابرات أقاله. نعم. وأيضا يعني وزارتين هو أيضا هو يديرها، وهذا خطأ وأعتبره يعني عبء، وهذا يعطيني مؤشر أن إدارة الدولة. نعم. لم تتفق على جميع. نعم. يعني خلينا نقول الاستراتيجيه العامه لاداره الدوله. نعم، خلينا نشوف السيد النائب رئيس اللجنه القانونيه. سياده النائب، اريد تتحدث لي من الجنبه القانونيه في هذا الموضوع. صلاحيات السيد محمد الشياع السوداني تتيح له انه يقيل مدراء عامين، ينصب مدراء عامين، لكن تحدث بعض النقاط السيد رافد وحددها، ربما يقول لك يعني اكو يعني شلون اعتبرتها يخالف الوعود. اي يعني اولا موضوعه يقول انا لا يمكن يعني حكومه السيد المالكي وحكومه الحكومات السابقه. نعم. كانت تعمل بالوكاله وهذا. نعم. يعرف. نعم. السيد. نعم. يعني تكبل الكثير من القرارات للجهات التنفيذيه. الان. نعم. هو وكيل لاكثر من دائره. نعم. رئيس رئاسه. نعم. الوزراء. نعم. رئاسه جهاز المخابرات وايضا. نعم. البيئه. خلي جاوبنا من الشغل القانوني. تفضل سيدتي. بالنسبه لمجلس الوزراء له حق تعيين واختيار الدرجات الخاصة. نعم. درجة مدير عام فقط. نعم. وعلى مجلس النواب أن يصوت على كل درجة وكيل فما فوق. نعم. من القوات العسكرية والأمنية والجهاز المدني. نعم. بس نظام الوكالات لحد الآن، لأنه لم يجري التصويت على كثير من الوكلاء. نعم. فسمي بنظام الوكالات، رئيس الوزراء يعطي وكالة أو موافقة على أن يكون الوكيل. نعم. المعين في هذه الوزارة وكالة، وكذلك. نعم. المدراء العامين، لأنه لم يجري التصويت في إحدى الدورات للسيد المالكي، مجلس الوزراء خوله، أعطاه صلاحية أنه من يمه يصدر أوامر ديوانية في تعيين درجات الخاصة في. نعم. فترة العبادي ما كان عنده هذه الصلاحية. نعم. اليوم احنا ما عندنا معلومة أنه هل السوداني عنده صلاحيات مجلس الوزراء يعين أو لا يعين. نعم. الأمر مسؤولية المجلس. نعم. بأن يختار المدراء العامين، ويفترض أن يستعد السيد السوداني بأن يفعل موضوعة استقرار الإدارة بتقديم أسماء الوكلاء والعسكريين. نعم.
من المراتب العليا إلى مجلس النواب كي يتم التصويت. نحن دعاة الاستقرار وضرورة تطبيق الدستور والقواعد القانونية كي لا تكون هناك اجتهادات وتكون هنالك مزاجيات في بعض الأمور. لكن نقطة مهمة جدا يعني هل راح تذهب هذه المناصب يعني المدراء العامين أيضا محاصصة للكتل والأحزاب السياسية؟ حصتك أنا لو راح تكون بيد السيد محمد الشياع السوداني يختار الكفوء والنزيه في هذه الدائرة أو في هذه الوزارة. كتبت على هذا الموضوع كثيرا. وآخر بوست نزلته قلت المحاصصة باقية وأعماركم قصار. تيمنا بالجواهر باق وأعمار الطغاة قصار. طلعت لا باق أعمارنا راح تكون قصيرة بسبب استمرار نهج المحاصصة. من تشكيلة الحكومة حتى قد تستمر إلى مكانات أخرى. نحن نتأمل بأنه السيد السوداني أن لا يذهب هذا المذهب. يعزز مكانة الكفاءة والاختصاص في إدارة الدولة. لأن اعتبره هو صاحب تجربة كما قلت في البداية. عمل في الجهاز التنفيذي وعمل في الجهاز التشريعي أو السلطة التشريعية. فنتأمل أن تساعد القوى السياسية. ترى المحاصصة هي محاصصة سياسية. فبالتالي همنا هنالك قلق أنه تذهب هذه المحاصصة إلى مجلس النواب ونذهب أيضا إلى اللجان وكذا ونحرم المجلس من كفاءات كثيرة. هذه مسؤولية القوى السياسية وخصوصا أركز على الكتل الكبيرة. اذهبوا يا أخوان للكفاءات التي لديكم أو لدى الأطراف الأخرى. لأنه المشاركة في السلطة يجب أن تتنافسون على كفاءة والاختصاص. لكن سيادة النائب أحدث نقطة مهمة جدا لازم تجاوبني عليها. لازم ترك ماكو شيء. لا ماكو ترك لأن هذه نقطة كلش مهمة لأن المواطن ينتظرها اليوم. تتوقع أنه السيد محمد الشياع السوداني راح ينجح بالامتحان؟ بس توقعاتك واستنتاجاتك كنائب. استنتاجاتي أنه هو رجل خلال خطواته الرجل دارس ومحضر ولكن ولكن تعتمد على طبيعة الأسئلة التي تقدمها القوى السياسية. إذا كانت يا أسئلة طبعاً هو سياسي شو سعدنا؟ لا أنا جعل الكتل السياسية. هو الكتل السياسية المسؤولة يعني التي أهلته لأن يكون منو أهل أن يكون يعني راح ربما يطلع كمال يعني ربما بس أقولش هو قاري ودارس وفاهم ويدري بس طبيعة الأسئلة القوى السياسية ماذا ستقدم؟ هم حصتي وحصتك هم هذا وفلان وفلان. إذا رجعنا لنفس الطاس والمنشاش شو تطلع النتيجة لو كمال لو يطلع دور ثاني وعدنا بالعراق دور ثالث ولا تخافين على القضية. فأنا مطمئن أنه عنده معرفة كافية. ولكن تبقى الخارطة السياسية هي تلعب دور في هذا الموضوع. بعض القراءات والاستنتاجات يقول لك ربما السيد السوداني بعد الامتحان ياخذ ماجستير او دكتوراه. جائز قلت لك الامر ليس بيده. اذا مطلق اليد لما جاءت الحكومه بهذا التصنيف. وسمعنا انه هو له الحريه. ولكن هذه الحريه لم تكن كافيه حسب تعبيرات ذات القوى وذات الاطراف. نحن نتامل ان نبدا فعلا أن يكون هو رئيس التنفيذي الأول هو المسؤول عن هذه القضية. ولكن عملنا بالعراق تحتاج بيئة والبيئة سياسية قبل أن تكون شيء آخر. وهذه البيئة هي تنتج لنا بيئة تشريعية وبيئة تمهد عملية تطبيق القانون مو نشرع قوانين غير قابلة للتطبيق وهكذا الأمر. إن شاء الله نتمنى أنه مجلس النواب العراقي يعني يأخذ دوره الحقيقي في تشريع قوانين في المراقبة الوزراء وعمل الوزارات وأيضا تكون اللجان يعني فاعلة بصراحة لأن ضيعنا سنة أو أكثر من سنة في مجلس النواب وكل شيء ما سوينا بسبب الأزمات اللي مرت. خلي أشوف السيد علي. سيد علي إذا عندك في التعقيب على موضوع ما تحدث به الأستاذ رافد. الأستاذ رافد قال لك كانت قرارات السيد محمد الشياع السوداني كانت سريعة مستعجلة مربكة للواقع السياسي. طبعا البرنامج الحكومي اللي قدمه السيد محمد الشياع السوداني كان من ضمن البرنامج مالته هو انهاء اداره الدوله بالوكاله خلال فتره 3 أشهر. بس قال لك هسه بدت وكالات يا سيدي رافد. نعم لا ماكو وكالات. نعم ماكو سيدي اللي جاي يصير استاذ رافد بس اخدم جنازه يعني اهم جهاز هو جهاز المخابرات و
طبعا يعني لابد ان يعني يشوف له شخص. عندكم اداره الدوله ويكون هنالك هذا الجهاز المهم اللي يدير مفاصل الدوله واللي هو يمثل البعد الحيوي للدوله العراقيه اللي يعالج الاهداف في خارج العراق. جهاز المخابرات وباقي الاجهزه الامنيه يعني كلها اكو يعني شخصيات حقيقه يعني حاليا هم قيد الدراسه لتسلم هذه المناصب. فاعتقد سيد محمد شاع السوداني هو غير متمسك باي وزاره او اي يعني قصدك الوكالات مؤقت لحين يعني ايجاد الشخص المناسب في المكان المناسب. ويعني البرنامج الحكومي هو تضمن خلال فتره 3 أشهر يعني ينتهي هذا يعني دور اداره الدوله بالوكالات. اللي اريد اضيفه انه سيد محمد شاع السوداني يعني استطاع حتى هيئه الحشد الشعبي والمديريات السانده انهم يدخلوهم في الجهد الهندسي. بعد ان كان يعني سلف السابق السيد الكاظمي عنصر استفزاز بالنسبه للحشد الشعبي يعتبروه. لذلك اقول يعني اكو فرص كبيره للنجاح طبعا بمعاضده القوى السياسيه وابناء الشعب العراقي يعني الخيرين ان شاء الله وكل ابناء الشعب العراقي وكذلك حتى القوى يعني اللي عارضت حتى عمليه تشكيل الحكومه يعني تم تكون يعني معارضتها ومعاضدتها الحكومه ايجابيه. ويعني بوادر الاسبوعين الماضيين اعتقد يعني جيده في متابعه اعمال بعض الوزارات وزيارات لامانه بغداد وللقوات الامنيه ايقاف مثلا المصارف 4 اقاله لبعض قاده القوات الامنيه وملاحقه الفاسدين. إذا استمر هذا النهج يعني أكو دعم حقيقي نيابي هذه المرة إن شاء الله يعني بتعضيد الحكومة بمجموعة من شنو شغلة المصارف اللي وقفوا؟ أكو 4 مصارف أعتقد هي كانت مهيمنة على يعني على سعر الصرف الدولار. البارحة يمكن أو البارحة يعني أصدر أمر بإيقاف التعامل مع هذه المصارف حتى لا يعني تكون هذا من تلقاء السيد محمد شاع السوداني لو توجيه خارجي؟ لا اعتقد يعني السيد محمد شاع السوداني عفوا يستمع كثيرا لاراء يعني المختصين يعني طابق السيد رافد ما قبل يعني الاستاذ رافد يعني يسمع المدونين. انا احيانا مثلا اسمع راي من مدون وهو قد يكون هو حقيقه ابحث عنه اذا كان حقيقه ليش ما مثلا اخذ بهذا الراي او انتبه. اليوم اعتقد هي نصائح تتقدم اليه فالواجب عليه يستمع لها. اذا كان تعتبره شيء ايجابي؟ اعتبره شيء ايجابي اذا كان اذا كانت هذه النصيحه حقيقيه وفعليه. انه ابحث عنها يعني جزاهم الله خير اذا يقدمون مثلا مساوئ كل واحد منا على الاقل تقدير يعني يصحح الخطا اللي عنده. سيد رافد اذا عندك تعقيب يعني تحدث يقول لك يعني هذا شيء ايجابي انتقدت انه يسمع المدونين وينفذ القرارات بس شيء ايجابي يقول لك هذا. لا هو لديه مستشارين الرجل يعني انا المدون شنو المدون؟ المدون بعض الاحيان المدون تنطينا اموال يغير رايه هذا واضح وملموس. بعض المدونين مستفزين بعض المدونين غير وطنيين بعض اقول اذا معلوم تصحيحي استاذ رافد. نعم انا وياك يعني ما اختلف وياك لكن المدون عندما يعطيني خبر هو استباق انا اقرا المدون قبل قرار رئيس الوزراء هذا يعطيني مؤشر ان اولا القرارات اللي تصدر من رئاسه الوزراء ومجلس الوزراء هي غير مؤتمنه هاي تشكل عليها الموضوع. نعم يجب ان تكون هنالك يعني خلينا نقول انغلاق او القرارات مجلس رئاسه الوزراء يجب ان لا تخرج بالعلن بعض القرارات ربما لا توافق الشارع ليس بالمجمل ان تكون قرارات رئيس الوزراء هي تتفق مع الشارع العراقي ليس كل قرارات الشارع العراقي هي صحيحه او اراده الشارع العراقي الصحيحه. احنا حتى لدينا يعني مشكله في التعاطي مع الشارع العراقي او المدون العراقي وهذا خطا. هذا واحد. اثنين موضوعه التفاهمات اداره الدوله حتى هذه اللحظه يعني خروج السيد رئيس مجلس النواب في جلسه قرار خدمه العلم هذا مؤشر يعطيني على ماذا؟ يعني كيف لمجلس نواب الرئيس الاعلى بالسلطه التشريعيه يخرج من يعني قانون كان هنالك غير اتفاق مبني مسبقا ان كان هنالك ما يعرف باداره الدوله. وهذا قرار معمول به بكل يعني شنو تقصد يا اخوي؟ يعني خرج زعلان اذا عندنا اراده سنيه
وإرادة كردية وإرادة شيعية غير متفقة. جمع النقائض يعني من الصعب جدا. يعني هذه واحدة من المؤشرات الخطرة على السيد يعني محمد. يعني هاي إشكالية بالبرلمان، إشكالية في رئاسة البرلمان، لا القوة القوة السنية والقوة الشيعية والقوة الكردية. يعني هنالك يبدو أنه لا يوجد مزاج متفق عليه، ولا يوجد ثقة بين المكونات. يعني أنا أحكي على القوة مو المكون الاجتماعي. القرار أيضا قرار الرسائل التي أرسلت، يعني مقتل هذا الشخص المواطن الأمريكي، القصف هذا، أنا أقرأ وغير قراءه. لا وسيادة النائب لازم حر الرد. لا مو هاي نقطة، يعني تحدثت عن رسائل يعني خارجية. أنا أقول جيل، لا أنت رسائل خارجية اعتبرتها. هذه رسائل خارجية بعثت من نتيجة لقرارات السيد محمد الشياع السوداني، وهذه متسارعة وقريبة الأحداث، وبمنطقة أمنية تحتوي على الكثير من مقرات الأحزاب ومقرات مؤسسات وشركات عالمية، وفي قلب بغداد، وهذا الرجل غير عسكري. خلي جاوبك حتى لا تحايل، تفضل سيد علي. أعتقد يعني اللي تكلم به استاذ رافد رسائل خارجية يعني سلبية، خارجية يعني لحد الآن احنا ما لامسين هذا الأمر للأمانة، يعني صادقين يعني كل القرارات هي قراءات يعني محترمة قراءاتك بهذا الجانب، ولكن أقول يعني للأمانة ماكو تأثير لحد الآن يعني على قرارات سيد محمد الشياع السوداني، وبدليل يعني يعني الإجراءات الأخيرة اللي اتخذها هو ما ميز كتلة أو طائفة دون أخرى، قد يكون أكثر متضررين هم يعني من حلفاء الحقيقيين في الإطار التنسيقي. إذا أردنا نعدد حتى يعني المناصب اللي أبعد من عن هالمسؤولين هم 60% إذا مو أكثر هم من الإطار التنسيقي. لذلك أقول يعني حجم الضغوطات مو قوية عليه، هذا واحد. والقضية الأخرى كل يعني الحكومة نالت يعني حقيقة ترحيب من أغلب المجتمع الدولي، مجتمع على اعتبار يعني العراق هو اليوم يلعب دور بارز في المنطقة، واستقرار العراق أعتقد هو يبعث باستقرار للمنطقة بأجمعها. يعني لا تعتقد أنه رسائل الخارجية كانت إيجابية لدعم حكومة السيد محمد الشياع السوداني؟ هذا حادث عرضي، يعني ما كفت دخل به سواء للحكومة أو حادث عرضي. لا أنا ما أتفق مع سيادة النائب، لأن حتى بعض المصارف هي تابعة لجهات معينة خارجية، تدر سياسية. أموال لجهات خارجية، هذه القابضة وغيرها. هنالك سيادة النائب يعني أو القوى السياسية المخضرمة تعرف جيدا أن هنالك حيتان عواجيز يجب التضحية بها، فعملية استبعاد بعض الحيتان العواجيز تحتاج إلى حيتان شباب، يعني بمعنى استبدال جيل آخر بجيل جديد، بعضهم التضحية بموظفين صغار وبعضها بحيتان عواجيز. يجب التضحية من أجل إعطاء صورة بأنك تكافح الإرهاب. من ينطي يعني هذه التضحيات حتى يبدل العجل اللي تحدثت به؟ جميع القوى السياسية المخضرمة تمتلك لجان اقتصادية، وهذه اللجان هي تتحكم بكثير من المشاريع في الوزارات. هذا اللي أقصده. هذه اللجان لا تزال، البعض منها اختفى والبعض منها ضحي به، والبعض مشترك موظف صغير أو مدراء مكاتب لوزراء ومدراء وسكرتارية يعني مديرون عامون وكذلك وكلاء. هؤلاء يجب التضحية بهم والمجيء بجيل جديد من أجل يعني إعادة السيناريو الذي أنا أتفق مع سيادة النائب السيد محمد عنوز أن المحاصصة ستقتل العراق مرة أخرى، والكثير من القرارات يجب أن لا يتماهى السيد محمد الشياع السوداني مع دفع قوة من البرلمان العراقي من أجل إجهاض الدولة. هنالك فرق بين البرلمان العراقي والدولة العراقية. إذا أردت أن تبني دولة حقيقية يجب أن لا تستمع، لأن هنالك بعض الأطراف داخل البرلمان العراقي هي اللي تريد تسقطك أنت يا محمد الشياع السوداني. يعني حكي على البرلمان وأيضا حكي على قانون العلم، الخدمة الإلزامية، وحكي مواضيع كثيرة. هل راح يساعد البرلمان العراقي السيد محمد الشياع السوداني من خلال إصدار القوانين؟ وأريد أعرف أيضا أكو انسجام بين مجلس النواب وأيضا رئيس مجلس الوزراء أو رئاسة الوزراء؟
يعني لحد الان ماكو اي اشكال مع مجلس الوزراء ولا مع السيد نعم. رئيس مجلس الوزراء بدليل القوانين اللي موجوده هي قوانين مال الدورات السابقه نعم. وبالتالي هناك تعاون مع السلطه التنفيذيه وهناك ممثل للسلطه التنفيذيه داخل مجلس النواب نعم. يراقب ويتابع ويتواصل مع المجلس في سبيل نعم. معرفه الاتجاهات نعم. في عمليه التشريع وقضيه نعم. معلنه تبقى القضية أنه ماذا سنصوت وعلى ماذا لا نصوت وهذا ديدن القوى السياسية واتفاقاتها ولكن يكون بالعلم للجميع بأنه لا يوجد مشروع قانون ينزل في جدول العمل دون اتفاق السيد رئيس المجلس ونائبيه وهؤلاء هم أطراف سياسية هم الذين يحددون باتفاقهم عن جدول العمل ماذا يحذف أما إشكالية القانون الخدمة العسكرية كان موجود في جدول يوم الأحد وأجل في أثناء الجلسة كان هو القانون الثاني أجل وأعلن أنه هناك طلبات على تأجيله وأعلنوا مرة أخرى بأنه يكون في جدول أعمال يوم الثلاثاء ولكن لم ينزل في هذا الجدول ولا نتوقع ولا أتوقع أنه سينزل لأنه على ما يبدو هناك خلاف حوله فإحنا نتأمل أن لا يكون هنالك قلق للشارع يصدر من قبل الأطراف عليهم أن يتفقوا بدقة وخاطر من ينزل الجدول يسري تنفيذه كاملا خليني أسأل شغلات اسمحي لي مداخلة سيادة النائب يعني أنا أحترم جدا دبلوماسيتك بالأجوبة لا هذا رأيي لا لا فقط لموضوع أنا استمعت لكثير من النواب السنة هم مع قانون خدمة العلم والكثير اسمح لي أنا أقول لا يوجد اتفاق يعني إدارة الدولة سيد الكريم أنا قلت لا ينزل جدول عمل دون اتفاق وين الاتفاق إذا رئيس البرلمان طلع من الجلسة هو موجود بالجدول ولكن قلت سحب وأعلن بأن هناك طلبات بسحبه وفعلا أجل وقيل أنه سينزل يوم الثلاثاء ولم ينزل خلاف سياسي بمعنى أنه ماكو اتفاق ماكو اتفاق ولذلك أنا رأيي شنو أنه يا أخوان يا سيادة السيد الرئيس ونائبيه وكل القوى السياسية نعم. لا تنزلون جدول وتسحبون من عنده اتفقوا بدقة كي لا ننقل القلق إلى الشارع ماذا حصل نعم. وتبدأ التفسير كلامه جدا لكن نقطة خليني أسأل على القوانين كونك رئيس لجنة القانونية بمجلس النواب نحتاج اليوم قوانين هواية نحتاج أنه تكون هذه القوانين تلامس حياة المواطن نحتاج أنه تكون هذه القوانين يعني فاعلة بها ضغوطات حتى تتنفذ لما اليوم نحن من يجينا قانون أو نعدل قانون أو نشرع قانون المشكلة بتطبيق هذا القانون يعني سويتوا يعني على القوانين مثل قانون الموازنة قانون قوانين هواية تخدم المواطن مثلا اليوم أريد أعرف مدة الفصل التشريعي شهر هل راح تسنون قوانين جديدة لها تماس مع المواطن؟ لحد الآن أكثر من 20 قانون مطروح في القراءة الأولى قد أنجزت والقراءة الثانية مو نحن نريد يعني اليوم أتحدث سيادة النائب يعني اعذرني لسان مواطن بسيط أريد أتحدث بمنطقية القوانين اللي راح تقروها أو تنجزوها راح تطبق لو راح تكون قوانين وتضع بالأدراج وينتهي كل شيء سيدتي تبدأ مهمة مجلس النواب في عملية التشريع والتشريع يكون رصين ورصانة التشريع تأتي من أنه يكون له قابلية على التطبيق نعم. أما عملية التطبيق الفعلية فهي مسؤولية السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية سلطة مستقلة لها أدواتها نعم. وقدراتها وأنت عندك سلطة أيضا رقابية خلا أكمل نعم. تفضل وبالتالي نحن نراقب أنا الآن عندي ملف كامل على قضية ذوي الإعاقة وقلت لي شنو قضيته نعم. قانون مصدر من 2013 خاطبت كل المؤسسات من رئاسة الجمهورية حتى المحافظات والدوائر المادة 16 تقول 5% من التعيينات لذوي الإعاقة نعم. جاءتنا إجابات ما أنزل الله بها من السلطان بعدم تطبيق القانون من 2013 نعم. لحد هذا اليوم هذه دلالة على أنه كثير من المؤسسات التنفيذية نعم. لا تلتزم بتطبيق القانون ونحن فتحنا هذا الملف وسنتواصل وهناك ملفات اخرى نعم خدميه اتمنى تهتموا بالخدمه ولذلك دا اقول انه عمليه الرقابه مستمره وستكون رقابه فاعله ولكن في نفس الوقت هم راح ارجع وستقولي للسياسه هذه مسؤوليه القوى الكبيره التي شكلت الحكومه نجاح الحكومه نجاح لتلك القوى نعم
وبالتالي اذا هم يعني يصدرون قانون ويسيطرون عليه وينفذوه، فيفترض المجتمع يحاسب في دوره قادمه يصوت لهذه القوى او تلك القوى التي نعم. عملت بجد بالتشريع والتنفيذ. نعم، خليني اشوف استاذ علي يعني نعم. هو من الاطار التنسيقي وايضا داعم للسيد محمد الشياع السوداني، واتحدث نقطه، السيد محمد الشياع السوداني تحدث بكلام في المؤتمر الصحفي، يعني نتمنى انه هذا او هذا الكلام اللي تحدث به يطبق على ارض الواقع، تحدث انه راح يسحب القطع الاراضي اللي استلموها بعض المسؤولين او المسؤولين مره مرتين ثلاثه، لان اكو بعض المسؤولين استلموا 6 مرات قطع أراضي من الدولة وثلاثة وأربعة، والمواطن تحدث أنه ما عنده قطعة أرض، المتقاعد الفقير، هذا الشيء سوى يعني سعادة عند الناس الفقراء البسطاء. أتحدث بنقطة بسيطة، هل راح يقدر السيد محمد الشياع السوداني يدخل بهذا الملف وأغلب الكتل والأحزاب السياسية هي عندها أراضي ومستلمة أراضي ومستلمة تخصيصات؟ يعني تحدث لي بكل صراحة، يعني اليوم المواطن يراقب. بصراحة أنا ما مستمع لهذا التصريح، ولكن قد يكون يلاقي صعوبة بهذا يعني ما سامع هذا التصريح؟ نعم يعني ما متابع، مو ما سامع نعم. به. لأن يعني هو تحدث أن المواطن يجب أن نعم. يكون عنده أرض. لا فيما يخص يعني قطع أراضي للمسؤولين أتحدث، يعني ما سامع بهذا تخصيصات يقصد تخصيصات يعني نعم. نعم. يفترض يعني المسؤول إذا أكو إلى قطعة أرض من الدولة فهي واحدة، فلا يجوز نعم. يعني تكرار نعم. هذه يعني الامتيازات نعم. أو المنح القطع الأراضي أو غيرها. وبالنسبة للمواطنين أعتقد يعني بالفترة الأخيرة مشروع داري اللي سمعتوا به، ويعني على ما يبدو أنه هو كان مشروع يعني دعاية انتخابية أو دعاية لمكون معين. سيد الكاظمي ما داخل انتخابات، ما داخل نعم، ولكن يعني كان القصد من عنده هو يعني تبيين صورته أمام الشعب العراقي نعم. أمام المواطن البسيط، أنه هاي قطع الأراضي لا سلموا سندات بها ولا أفرزوها لحد الآن، وكان حديث رئيس الوزراء نعم يعني بخصوص هذه قطع الاراضي، يقول هي في اماكن ما بها اي خدمات واماكن هي بعيده عن بغداد وصعوبه السكن بها، فيفترض على يعني على الدوله هي استثمار هذه قطع الاراضي ببناء وحدات مجمعات. سكنيه ومجمعات سكنيه، واعتقد هو انشا يعني بدا على بوادر انشاء صندوق يعني يغذى هذا الصندوق من نسبة معينة من أموال النفط، الغاية من عنده هو بناء هذه المجمعات والمشاريع الاستراتيجية الكبيرة. يقدر السيد محمد الشياع السوداني يفتح ملف يعني بعض الحيتان اللي مسيطرة على أراضي البلد؟ يعني أنا واثق كل الثقة أنه قادر، وقادر حتى على محاسبتهم طبعا. نعم. كل القوى السياسية أعتقد في مجلس النواب وفي يعني الاجتماعات الخاصة أنه خولوه تخويل عام كامل يعني بملاحقة الفاسدين وملاحقة سراق المال العام، وأعتقد اليوم ماكو يعني كتلة سياسية بالعلن أنه رئيس الوزراء يريد يحاسب مفسد أو مبتز وهي تقف أمامه. لا بس أنا أتحدث عن الأراضي اللي ماخذيها، بيوت أراضي ماخذيها أحزاب قيامة الله ماخذيها وقاعدين قاعدين بها وعندهم حمايات دنيا، وهذا المواطن البسيط الفقير والله العظيم خطيه قاعد بالتجاوز وبالعشوائيات، حتى شوهوا صورة بغداد من العشوائيات اللي موجودة. هذا يعني ملف مهم. حق المواطن هو العيش الكريم في هذا البلد. نعم. وإحنا اليوم بلدنا الحمد لله شكر يعني بلد خيرات العالم كله موجودة مثل ما موجود في العراق، طاقات بشرية، موارد، أموال، عتبات مقدسة عندنا. فأعتقد صحيح. كل رئيس وزراء إذا يريد يكبر بعين شعبه أقل ما أقول به هو خدمة أبناء الشعب، يحل موضوع السكن والبطالة والخدمات، كل هذه حقيقة هاي أهم شيء، أهم قضايا أن المواطن يطلع من باب بيته يلقى له شارع يمشي به نظيف، يرجع البيت يلقى كهرباء. مواطننا حقيقة ما يطالب بقضايا يعني كبيرة. نعم صحيح. خليني أشوف يعني السيد الكاظمي، السيد الكاظمي بدون مقطع حكيك، سيد النائب السيد الكاظمي سوى مشروع داري، هذا المشروع كان دعاية للسيد الكاظمي حتى يحسن صوته مثل ما تحدث سيادة النائب أمام المواطن البسيط، وكل شيء ما سوى به يعني الناس قدمت على هذا المشروع وما صار أي شيء كلام النائب، هل راح يقدر السيد محمد الشياع السوداني يحل هذا الملف؟ هل راح يقدر يجيب أراضي اللي موجودة عند بعض الحيتان حيتان الفساد ويكمل مشروع للمواطن الفقير البسيط؟
شوف انا اعتقد ان هذه القرارات على قولتهن ما تطول شارب. يعني شنو؟ ما تطول شارب. ليش ما تطول شارب؟ انا اقول لك يعني هو ايش قال كم مسؤول؟ خلينا نقول 100 مسؤول، 100 قطعه يعني رجعها، ثاني شيء هو باعها هسه الان القانون، هو السيد رئيس مجلس باعها ما لحق عليه، يعني الان سمع بالخبر باعها، انطاها زوجته، انطاها القرايبه. ما لك حق بعد عليه، انت الدوله انطته ماده قانونيه استلم هذا الموضوع، راح باعها، روحي يطالب ويا هذا المشتري. انا اتحدث عن نقطه فقط لموضوعه نقطة. انت رحتي على الاراضي اللي وزعها ل 100 شخص، انا اتحدث انه احزاب وكتل سياسيه مسيطره على اراضي الدوله. خل اقول لك ويوم قاعده وماخذتها والمواطن قاعد بالتجاوز. خل اقول لك لموضوع معلومه بزمن السيد المالك. وزعت قطع اراضي في زمن السيد نور المالكي في منطقه الكاظميه. لمن وزعها؟ لبعض الشخصيات. والكاظمي هم وزع. اسمح لي، وزعها وكلف السيد أمين بغداد السابق صابر العيساوي بالموضوع. بعض القطع تجاورت مع مؤسسة اللي هي تابعة لأمانة بغداد. فبدال ما يستلم الشخص الفلاني 600، قال له يا بعذرنا 200 راحت للدائرة الفلانية. قال له والله ما لي دخل، روح فلش الدائرة الحكومية وانطيني حالي حال ربعي. صعب جدا هذا النظام المشوه الديمقراطي. صعب لرئيس وزراء ان يعني تعطي هذه القوه، القوه السياسيه باور او قوه لتطبيق هكذا قرارات. صعب جدا. هو الرجل يمتلك مقعدين. لا لا يعني بس فقط لهذه الجزئيه، بس خلينا نعوف هذا هو الموضوع. لا لا خلينا نعوف هذا عندنا المشكله من الاساس. من يمتلك مقعدين؟ هو السيد محمد الشاعر. لا، السيد محمد الشاعر السوداني 133 مقعد. لا ما لا هذا 135 مقعد. لا 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 يا سيد الكريم، لا ما احكي على الاطار، انا دا اتكلم عن الاطار بالنتيجه. لا 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 يا سيد الكريم، هسه لو كان الاطار متفق معه ما قدم بعض الشخصيات، وبعض الوزراء قالوا له يابا انت شكو، لا عندك سي في، لا عندك عمل اداري، شكو رايح صاير بوزير الفلاني. قال لهم والله وردت اضيفها للسي في مالتي. احنا ما نريد نتكلم حتى لا تحسب الموضوع على جهه. وهذا الامر ينطبق على الكرد والسنه. بس نقطه لا لا هاي الجزئيه، هذه النقطه المهمه جدا. هسه كان عندنا مشروع داري، وين صار هذا المشروع؟ هو لا داري ولا حتى السيد ولا حتى السيد نور المالكي. سيد الكريمه، سيد انا قلت لك لهذا الموضوع، انا قلت انه الدوله العراقيه مشوهه، العمليه الديمقراطيه مشوهه، ابو مقعدين وبثلاث مقاعد، شلون نسوي رئيس وزراء؟ هذا لا يصح. لا هو ما علاقه، لا لا يا سيدي لا علاقه، بس اخدمك. لان هنالك اذا تضاربت انتخابات يا سيدي الكريم 2014. انا اعطيك مثال سيد سياده الناس 2014 فقط لهذا الجزء. كان السيد نور المالكي رئيس وزراء واجب 91 سندات السيد المالكي، انطى سندات ما انطى، لا انطى سندات، راحت الناس تستلم، المحافظين ما قبلوا ينفذوها. مو قانونيه. ليش مو قانونية؟ رئيس وزراء ما عنده مستشارين قانونيه. قصدي انه النظام الان مشوه جدا، يعني يجب ان تكون راح يقدر ينجح بهذا الملف، ملف السكن، ملف انهاء العشوائيات اللي موجوده في بغداد صعب. وفي محافظات البصره عندنا عشوائيات صعب جدا. وسياده النائب ايضا اضاف لنقطه يعني ايجابيه جدا، انه قلب بغداد انتهى، شوهت بغداد، معالمها كلها شيء شوهت، الخارطة الأساسية انتهت، تجاوزات على الممتلكات العامة، تجاوزات حتى على المطار، روح شوف المشاريع التي من أعطيت. السبب؟ من السبب؟ القوى السياسية وحيتان الفساد الموجودة. راح يقدر يدخل بهذا الملف؟ لا صعب، يقيلوه. ثاني يوم كنت تتحدث عن هذا الملف، أنا قلت يعني من أتحدث عن دخل ملف الأراضي والحتى صعب صعب. أنا ليش قلت لك هاي ما تطول شارب؟ لأن إذا مثلا خلينا نقول 300 400 واحد 300 قطعة لا لا، أنا ما أتحدث عن القطع، أنتم جبتوها قطع وما قطع، أنا أتحدث عن مواقع استراتيجية في بغداد تستغلها بعض الأحزاب. ماكو ماكو راح يقدر يعيدها السيد محمد الشاع السوداني. بعض القطع تجاوز عليها بعض المواطنين والميليشيات المتنفذة بالقوى السياسية. لا يستطيع محمد الشاع السوداني. وزعت لموظفين من ضمنها منطقة المنصور، بين المنصور والغزالية، يعني وزعت لهيئة النزاهة. روحي شوفوا معاناة هيئة النزاهة. وحتى كانت هنالك موضوعة هاي البرك اللي الاسماك مربين بها وتجاوز. صعب جدا، الرجل لا يمكن الصمود بس أمام. هو عنده خطه السيد محمد الشياع السوداني لانهاء ملف العشوائيات مع المحاصصه الان. العشوائيات هسه نجي على العشوائيات. العشوائيات بعضها قطع خاصه، هذا لازم يرضي اصحاب القطع الخاصه، وبعضها ملك لوزارات ايضا لازم يتفق. يعني فقط انا اعطيك بس عنده صلاحيات يقدر ينهيها كلها. لا ما توجد صلاحيات، لا يوجد صلاحيات. خلينا نشوف القانوني.
سيد محمد يعني صلاحيات لوزارات، لا اكو صلاحيات للسيد محمد الشياع السوداني يعني باعاده جنس الارض اللي لازم يتغير، لا بقانون يعني اعاده وضع بغداد. وهاليوم يعني عندنا موضوع العشوائيات، اليوم موضوع السكن اللي أغلق المواطن من خلال يعني تصدرون قوانين، ويقدر السيد محمد الشياع السوداني يستغل هذه الأراضي الواسعة في أطراف بغداد وفي أطراف المحافظات ويجيبون خدمات وكهرباء، وصير عندنا أبراج ومجمعات لهذه العشوائيات اللي موجودة، أو يعالج التجاوزات اللي موجودة. نعم، أمام مجلس النواب هنالك قانون أو مشروع قانون لمعالجة هذه القضية. قانون الأملاك العامة؟ لا، قانون تجاوزات أو إيجار أراضي الدولة. نعم. وبمعالجات كثيرة طبعاً. وهو قرأ قراءة أولى. وبالتالي انتظر القراءة الثانية كي ينطلق المجلس للمناقشة والتعديل والحذف وتحقيق. شنو يتضمن هذا القانون؟ المشروع الأول لا يجوز الحديث عنه. نعم. هذا أكو خطأ فكري وعملي وسياسي عند الكثيرين. نعم. يعتقد أنه القراءة الأولى وكأنه أقر القانون. نعم. القراءة الأولى كمشروع أو مقترح هي مادة تأتي على علاتها تقدم. نعم. يجب التصويت عليها، قبولها من حيث المبدأ أو لا تقبل. إذا قبلت من حيث المبدأ يبدأ المطبخ التشريعي لجانا وأعضاء يناقشوه إلى أن يخرجوه في الصيغة النهائية. سيد الوهس الاتجاه العام عند النواب هو لضرورة خدمة المواطن وعدم المساس بحقه في العيش الكريم بطريقة تتناسب مع عدم التشوه في التخطيط العمراني والتخطيط. سيد محمد، يعني أريد أسأل سؤال، كونك نائب مستقل يعني وما انتميت لأي طرف من الأطراف السياسية، لا التيار الصدري ولا الإطار يعني، وكنت مستقل وطالع ويانا بحلقات مستقل، هل تتوقع المستقلين الحقيقيين اليوم في مجلس النواب يدعمون حكومة السيد محمد الشياع السوداني؟ وأنا ما أقدر أجيب عن الآخرين، قدر تعلق الأمر بي كان موقفي منذ اليوم الأول. نعم. سنكون مع القانون والقرار والموضوع الذي يطرح في مجلس النواب يخدم المجتمع، سندعمه أي إن كان المصدر. دعم عندكم للسيد محمد الشياع السوداني يعني عندكم المواضيع سيدة المواضيع. لا مو جيد جدا أنه تدعم رئيس الوزراء حتى ينجح. وأنا ضد الشخصنة، نحن أصحاب برامج ومناهج لغرض تصحيح مسار العملية السياسية. نعم. والآن السيد السوداني جاء بمنهج وبخطوات عملية لتحسسها المواطن هنالك محاولة للتغيير، فبالتالي يحتاج وقت لمعرفة هذه القضية. أنا ضد شخصنة الحكومات. هناك مجلس وزراء وليس فقط رئيس وزراء. وهناك رئيس جمهورية وهنالك مجلس نواب، وبالتالي لابد للمؤسسات أن تأخذ دورها في هذه القضية. لم ظل نصيح حكومة صدام، حكومة المالكي، حكومة الجعفري، حكومة قولوا هذا مجلس وزراء. وبالتالي قوى سياسية تشارك، وبالتالي أعضاء في هذه المجالس تعطي صوتها، وإلا شنو 22 وزير شنو قاعدين يباعون على بس رئيس الوزراء ايش يحكي لهم وعدهم رأي وكذا. صحيح. خليني انتقل اشوف يعني السيد، ما عندي وقت والله، عندي هواية بس اسأل على المحاضرين، راح يثبتوهم لو لا؟ المحاضرين العبود. المحاضرين يكونون جزء من عملية التثبيت. نعم. لأنه أكو سوء فهم عند البعض، هذا الأمر يحتاج قضية الموازنة. نعم. الآن هم مستمرين وبالتالي سيثبتون ولهم الحقوق مساوية للملاك. نعم. الدائم سيد علي راح يثبتون يعني تتوقع من خلال ضغط مجلس النواب يعني هم وأهل العقود طبعاً في موازنة 2023؟ طبعا شكرا جاي هذا السؤال وهذا الاهتمام حقيقة بشريحة كبيرة من أبناء شعبنا العراقي. أتحدث يعني دقيقتين إذا سمحتوا لي. فيما يخص المحاضرين المجانيين، أعتقد يعني مثل ما تفضل الأستاذ محمد نوز راح يعني تكون لهم ضمن الموازنة يعني أبواب لغرض تثبيتهم وأخذهم لمستحقاتهم. ولكن أكو موضوع دعين يعني شوي ألفت النظر إليه. عندنا في مدينة الصدر طبعا وباقي مناطق مديريات بغداد الستة وبالأخص في مديرية تربية الرصافة الثالثة اللي هي مدينة الصدر. طبعا عندنا أكثر من 35,491 محاضر. للأسف الشديد طبعا
فقط 133 محاضر ثبتوا عقودهم، وباقي المحاضرين اللي هم 35,491 ما ثبتوا، ما ثبتوهم وخرجوا بمظاهرة، وكنا حقيقة معاهم في مظاهرة في مبنى محافظة بغداد. واحد ثبتوهم وأخذنا كتاب من السيد المحافظ إلى السيد أمين عام مجلس الوزراء بضرورة يعني تثبيت عقودهم يعني على قرار 315. وغدا إن شاء الله عندنا موعد مع السيد الأمين عام مجلس الوزراء بهذا الخصوص على اعتبار ذولي يعني بس راح يثبتوهم لو لا، بس حتى بالموازنة يثبتوهم يعني لو اكو استجابة لو لا، لا ضرور استجابة عفوا، لأنه صار لهم أكثر من سنة هم يداومون بأوامر إدارية وكذلك يعني أوامر مباشرة، راح يثبتوهم لو لا. والله إن شاء الله نسعى إلى تثبيتهم إن شاء الله يثبتوهم. بس ملاحظة واحدة، بس الوقت مو فقط تثبيت، هنالك حاجة ضرورية لبقائهم. نعم. مدارس هم أملوا الشواغر نعم. كلها. نعم صحيح. إحنا خايفين على أبنائنا اللي يظلون بالشوارع. شو من ثبتهم؟ صحيح. إن شاء الله بهمة وجهود بعض الكتل الأحزاب السياسية للبعض الآخر القليل جدا إحنا نثق به، بس إن شاء الله يثبتوهم. شكرا جزيلا، وبالختام أشكر ضيوفي، لكن عندي كلام. من مشاكل البلد اللي ما تخلص وتحتاج إلى حل هي حوادث السير، ونبأ صادم قبل مدة كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان عن عدد الحوادث خلال 2021، حيث تجاوزت 14,000 حادث تسبب بوقوع ما يزيد عن 11,000 ضحية، 3,000 منهم ماتوا. تخيلوا وياي خلال عام 3,000 مواطن يموتون بسبب حوادث السير. والله العظيم ما معقولة، والله العظيم ما معقولة، وهاي مصيبة وتحتاج إلى حل عاجل. والطامة الأعظم هي قول المركز أنه 10 أشخاص يموتون يوميا بسبب حوادث السير، لذا على الحكومة أن تخلصنا من هذه المشكلة اللي والله والله أصبحت حالها حال العنف والقتل. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله.